يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب النهاردة يا شباب احنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على البوينترز. البوينترز هي ايه؟ هي عبارة عن داتا تايب. الداتا تايب ده كل اللي متخزن جواه ادرس بتاع فاريبل. اوكي، يبقى البوينترز عبارة عن ان هي داتا تايب من الداتا تايبس، خلاص كل اللي متخزن جواه زي ما انتم شايفين مكتوب هنا كده ايه، الميموري ادرس بتاع الفاليو اللي انا بدور عليها. طيب خلاص، يبقى الفاريبل ده اللي محطوط فيه ايه، ادرس بتاع ميموري الوكيشن او مكان في الميموري، الفاليو محطوطه في المكان اللي ايه، اللي في الميموري ده، وبتتعرف على حسب الفاليو دي نوعها ايه. يعني عندي pointer to integer، عندي pointer to float، عندي pointer to string، عندي pointer to character، لكل نوع على حسب ايه الادرس الفاريبل اللي موجود جواها، الفاريبل ده نوعه ايه. خلاص كده. طيب خلينا ناخد المثال اللي قدامنا ده يا شباب. شايفين الجزء اللي على اليمين ده، الاكزامبل اللي موجود عندنا هنا. بصوا على الجنب اليمين هنا، لما انا جيت بقول له مثلا بعرف من التايب انتجر كاونت ايكوال 5، ايه اللي بيحصل؟ بيروح لاول مكان في الميموري فاضي او في 4 بايتس فاضيين علشان يحط فيهم الفاريبل اللي اسمه كاونت، ويحط الفاليو بتاعتها اللي هي كام، اللي هي 5. جميل. طيب بصوا بقى على الشمال يا شباب، ايه اللي موجود ده؟ اللي على الشمال اللي موجود ده، ها لا 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 لا، الفايف بتتكتب في الاربعه بايت. ماشي، الفايف بتتكتب في الاربعه بايت، ما يعني بس هي كان مكتوب كل حاجه بتتكتب في الاربعه بايت، لان في طريقه، انت الترم الجاي ان شاء الله هتاخد ماده اسمها لوجيكال ديزاين. اللوجيكال هتدرس فيها ازاي طريقه كتابه الانتجر ده جوه الميموري، وازاي تكتب الفلوت جوه، ازاي الفلوت بيتكتب جوه الميموري، و و و و واخد بالك. فده انت هتدرسه بالتفصيل ازاي بتتكتب. لكن خلينا نقول النهارده ايه، ان الانتجر اللي هو كاونت ده هيتكتب في الاربعه بايت، الاربعه بايت اللي هم انا واقف بشاور عليهم دول، شايفهم اللي بشاور عليهم بالماوس دول. خلاص، اللي موجود على الشمال هنا الادرس بتاع كل بايت فيهم، اللي هو اول 61، ثاني 161، 62، 63، ده الاربعه بايت اللي هم ايه، اللي هم حجزهم عشان يحط فيهم الانتجر ده. واضح كده يا شباب؟ طيب انا جيت بعد كده قلت له شورت، عرفت فاريبل من التايب شورت. انتوا فاكرين الشورت ده بيتحط في كام بايت يا شباب؟ تاني للسكرين دي، احنا قلنا لما باجي اعرف من التايب انت كاونت ايكوال 5، ايه اللي بيحصل؟ بيروح يحجز اول 4 بايت جنب بعضهم ويحط فيهم الفاليو اللي انا قلت له عليها. الفاليو دي كان في سؤال ان هو لا بيتحط في الاربعه بايتس ازاي الطريقه، قلنا ان احنا هنتعلم الكلام ده ان شاء الله في الكورس بتاع اللوجيكال ديزاين. اوكي، طيب جه بعد كده جيت انا قلت له والله احجز لي شورت، والشورت ده اسمه ستيتس، الفاريبل اسمه ستيتس وده ايكوال تو. فاكرين الشورت ده بيتحط في كام بايت يا شباب؟ حد يرد؟ 2. اه 2، ممتاز جدا جدا. فهيقوم رايح واخد اول 2 بايت فاضيين ويقوم حاطط فيهم الايه، الفاريبل اللي اسمه ستيتس ويحط فيها الفاليو. طيب رحت بعد كده قلت له كاركتر ليتر ايكوال اي، فقام رايح حاجز فاريبل من التايب كاركتر، واحنا قلنا الكاركتر بيتحط في 1 بايت، وحط فيه 41. ليه 41 يا ولاد؟ الاسكي بتاعك ايه؟ 65. مين شاطر هيفهمها دي؟
لا لا هي دي كابيتال، احنا حطيناها كابيتال، والسمول اكبر، والسمول اكبر من الكابيتال. ها غيره، ها حد عارف؟ ها حد عارف يا شباب؟ حد يقول اه ولا لا؟ لا هو مش يونيكود، هو هيكسا ديسمال، هو مش بيكتب بالديسمال، بيكتب بالهيكسا ديسمال. الهيكسا ديسمال اللي هو بيس 16، وعشان كده لو شفتي الادرس اللي موجود على الشمال ده موجود فيه اف، واف الاف دي اي ده اللي هو اللي احنا بنسميه هيكسا ديسمال. الهيكسا ديسمال النمبرنج بتاع الهيكسا ديسمال بيبقى من 0 لغاية 16. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف الايه البوينترز. ازاي بعمل بوينتر يا شباب؟ ببساطة شديدة عشان اعرف variable من الطيب بوينتر، بقول له اول حاجة بقول البوينتر ده هيبوينت على ايه، يعني ايه اللي هيبوينت على ايه، يعني الادرس اللي جواه هيكون ادرس بتاع ايه. لو ادرس بتاع انتجر فقوم قايل له انتجر بوينتر وسمي الفاريبل عندي، سميت الفاريبل عندي ايه؟ بي كاونت. يبقى انا دلوقتي عندي فاريبل من الطيب بوينتر بي بوينت على انتجر اسمه بي كاونت، هيقوم رايح حاجز له اول مكان فاضي في الميموري اللي هو حجزه ده هنا. طيب وهيحط فيه ايه يا شباب؟ هيحط فيه ادرس بتاع فاريبل من الطيب انتجر. هتلاقي ان الكاونت ده اللي هو عباره عن ان هو variable من الطيب integer، فهتلاقي الادرس اللي كتب جوه البي كاونت عبارة عن ان هو الادرس بتاع الvariable اللي اسمه count. تعال ننزل هنا نشوف ايه اللي كتب في البي كاونت، اللي هو الادرس اللي اخره 60. فين الادرس اللي اخره 60؟ اللي هو الكاونت اللي فوق ده. طيب هسأل سؤال برضو، دلوقتي الانتجر بيتحط في 4 بايت، لما انا هحط الادرس بتاعه في بوينتر هحط انهي ادرس فيهم؟ هم 4، 1 2 3 4، هحط انهي واحد فيهم؟ ها اول واحد بالظبط كده، اول بايت عندي للفاريبل ده هو ده الادرس اللي يتحط عندي. فبالتالي لما انا قلت له ان الانتجر بوينتر بي كاونت بيساوي ادرس اوف كاونت، اللي هيحصل دلوقتي البي كاونت اهو اتحجز اللي انا بتحرك عليه بالماوس، وبعدين راح حط فيه الادرس بتاع اول بايت من البايتس بتاعه الايه، من البايتس بتاعه الكاونت اللي هو هنا. واضح كده يا شباب؟ طيب عرفت فاريبل تاني شورت بوينتر بي ستيتس. جميل. طيب البي ستيتس ده هيقوم عامل ايه؟ رايح حاجز مكان لبوينتر اهو اللي هو اسمه البي ستيتس، وبعدين انا قلت له حط فيه الادرس بتاع الستيتس. الادرس بتاع الستيتس هما فيه تو ادرس، راح حط فيهم انهي ادرس؟ الادرس الاولاني اللي هو كان ايه 64، فقام رايح حط في البي ستيتس الادرس بتاع الايه ال 64 اهو. طيب عرفت فاريبل تاني، اوكي عرفت فاريبل تاني. الفاريبل التاني ده عباره عن ان هو كاركتر بوينتر اسمه بي ليتر. طيب ام رايح معرف الفاريبل، خد له حجز له مكان في الميموري اللي اسمه بي ليتر، وبعدين انا قلت له ايه؟ بيساوي الادرس بتاع الليتر. ام رايح حاطط فيه ايه؟ الادرس بتاع الفاريبل اللي اسمه ليتر اهو. الادرس بتاعه كان كام؟ اللي هو اخره 66، راح حطه هنا. واضح كده يا شباب؟ ها بالظبط كده، الفاريبل اهو بخزن فيه الادرس بتاع الايه الفاليو اللي انا بشاور عليها اللي هي لا بيتخزن الادرس جوه الميموري. يعني ده دلوقتي انا اقدر اروح على اللوكيشن اللي مشاور عليها البي كاونت. واضح كده يا جماعه؟
وهو ده اللي احنا ايه لما قلنا ان هي البي كاونت بيساوي الادرس بتاع الكاونت. طيب جميل قوي قوي. يبقى انا عندي حاجه مهمه قوي اللي هي ايه يا شباب، اللي هي ان البوينتر بيتخزن فيه ادرس. يعني ايه؟ يعني ما كانش ينفع اقول له ان الـ ان البي كاونت بيساوي كاونت. ليه؟ شايفين الستيتمنت اللي انا واقف عندها دي يا اولاد، البي كاونت ايكوال ادرس اوف كاونت. لو انا شلت ادرس دي تنفع ولا ما تنفعش؟ ليه ما تنفعش؟ بس كده، اوف اوف هنا، اوف هنا، لان البوينتر جواه ادرس مش جواه فاليو. البوينتر جواه ادرس مش جواه فاليو. طيب لو انا عايز الفاليو اللي جوه اللي البوينتر ده مشاور عليها معايا، يعني لو انا عايز الفاليو اللي البوينتر ده مشاور عليها اعمل ايه؟ احط قبل البوينتر علامه الاستريك. فلو قلت له مثلا سي اوت استريك و بي ستيتس هيطبع لي كام؟ تاني يا اولاد هقول تاني، اللي هي كام في الحالة اللي احنا فيها؟ تاني سؤال اللي هي 2 بالظبط كده. انا لو جيت قلت له سي اوت بوينتر علامة النجمة بي ستيتس هيطبع لي ايه؟ الفاليو اللي بيبوينت عليها ستيتس. ماشي، فين الفاليو اللي بيبوينت عليها بي ستيتس؟ ادي البي ستيتس جواه الادرس اللي هو اخره فين؟ اخره مين؟ 64. اروح للادرس اللي اخره 64 اهو، الاقي الفاريبل اللي اسمه ستيتس اطبع اللي جواه اللي هو 2. واضح كده يا شباب؟ في حد وقع منه حاجه؟ جميل. بص انا عندي حاجتين، لو انا دلوقتي قلت له سي اوت بي كاونت خلاص، وسي اوت اللي بي بوينت عليه بي كاونت، في الحاله الاولانيه هيطبع لي ايه؟ سي اوت البي كاونت. يلا حد يجاوب يا شباب. اللي هو الرقم اللي اخره كام؟ الادرس اللي اخره كام؟ سيكستي. بس ما احنا قلنا انا بيتشال في البي كاونت الادرس بتاع اول بايت في الفاريبل بالظبط كده. يبقى انا لو قلت له سي اوت البي كاونت هيقوم عامل ايه؟ هيقوم طابع لي الرقم ده معايا. طيب قلت له سي اوت اللي بيادرس عليه البي كاونت هيطبع مين؟ اللي هي بالظبط الفايف. واضح كده؟ يبقى أنا دلوقتي في التعامل مع البوينترز عندي ثلاث نقط مهمة جدا. أول نقطة إن البوينتر جواه أدرس، فبالتالي لو رحت قلت له سي أوت البوينتر هيطبع لي لازم يطبع أدرس. جميل؟ تاني نقطة، أيوه طب خليني أخلص الحتة دي واسأل سؤالك، وما بحب السؤال غبي. ماشي؟ تاني حاجة إن البوينتر بيبوينت على فاليو، فبالتالي لو رحت قلت له سي أوت بوينتر بي ليتر متوقع إن هو يطبع لي إيه؟ الفاريبل اللي اسمه أو الفاليو اللي هي الأي كابيتال. تالت حاجة لما آجي أحط حاجة جوه بوينتر لازم أحطه جواه إيه؟ بالأدرس، ما ينفعش أحطه جواه الفاليو. يعني لما اجي اقول له ان البي كاونت لازم اقول له بتساوي الادرس اوف كاونت او الادرس اوف وات ايفر الفاريبل اسمه ايه، انما ما ينفعش اقول له ان البي كاونت ايكوال كاونت. ليه؟ البي كاونت جواه ادرس او المفروض يتشال جواه ادرس، والكاونت فاليو، يبقى ما ينفعش الاثنين يتحطوا ايه؟ يبقوا بيساووا بعض. طيب امال اعمل ايه؟ يا اما اقول له اللي بي بوينت عليه البي كاونت بيساوي كاونت، يبقى في الحالة دي تمام،
اللي بيبوينت عليه البي كاونت ده فاليو، يبقى بيساوي الكاونت دي فاليو، يبقى احنا حبايب زي الفل. او زي ما هو مكتوب هنا اقول له ان البي كاونت بيساوي الادرس بتاع كاونت، يبقى الادرس بتاع كاونت ده اذا ادرس، البي كاونت المفروض يتحط فيها ادرس، حاطين ادرس في ادرس زي الفل. اسال سؤالك يا وحش. اللي هم في اللي هم في البوينترز مش كده، اللي هم اللي على الشمال دول. بص انا هقول لك حاجه مبدئيا فور ذا تايم بينج، افترضها ان البوينتر بيحجز بيتحط فيه 4 بايتس ماشي مبدئيا، بس هي الحقيقه مش كونستانت قوي. هو مين اللي معايا؟ قول لي اسمك احسن، انا مقبل السكرين مش شايف الاسامي. ايوه يا احمد. بص يا احمد، فعليا دي مش حاجه ثابته زي ما بنقول مثلا الانتجر بيتحط في 4 بايتس، الشورت بيتحط في 2 بايتس، الليتر بيت او الكاركتر بيتحط في 1 بايت، دي دول فاكتس. انما بالنسبه للبوينتر الحقيقه معتمد على الماشين اكتر، فبالتالي ممكن ماشين يكون بيتشال في 2 بايتس، ممكن ماشين بيتحط في 4 بايتس معايا. فهو ما تشغلش نفسك قوي دلوقتي هو بيتشال في قد ايه، ودي معلومة مش هتفرق معانا في حاجة عموما بعد كده. واضح كده معايا؟ طيب طيب قلنا على شيء ايه فايدة البوينترز صح؟ بالظبط كده. بص يا سيدي، البوينترز من ضمن اهم التوبكس اللي موجوده في السي بلس بلس، وخليني اقول لك ببساطه شديده هي مصدر القوه بتاعه السي بلس بلس. طيب ليه؟ لان الترم اللي جاي مثلا هتلاقيك بتدرس حاجه اسمها لينكد ليست. اللينكد ليست دي كلها بوينترز. هتلاقيك بتدرس حاجة اسمها تري، التري دي كلها بتتعمل بـ pointers وهكذا. البوينترز من الطيب اللي مهمة قوي في الـ ALC عموما، ومن أهم مصادر قوتها. طيب احنا جربنا ايه بالبوينترز، بس انتوا كنتوش واخدين بالكم انها كانت بوينترز. ايه اللي احنا جربناه في اللي فات كان بالبوينترز؟ اول حاجة الديناميك اري، الله ينور عليك. تاني حاجة لا لا استنى استنى، انت الاثنين دخلوا ببعض، خدني واحده واحده. اول حاجه الاري از ستاتيك اري هي فيها البوينترز، بس معلش هتاجل لي الحته دي، هحكيها لك كمان شويه ماشي، يعني هتيجي في الشرح دلوقتي. انما اللي احنا في اللي احنا اشتغلناه كان بوينترز حاجتين اساسيين. اول حاجه الكول باي ريفرنس از ا بوينتر. ليه؟ انا لو تفتكر انا كنت ببعت الادرس، الله هو الادرس ده بيتشال فين؟ مش في بوينتر، في بوينتر الادرس بيتشال في بوينتر، يبقى هي فعليا الكول باي ريفرنس ما هي الا بوينترز. طيب ليه ما كناش بنقول وقتها انها بوينترز؟ عشان ايه؟ بندخل عليكم المواضيع الصعبه حته حته، ما ينفعش كده ايه مره واحده. اوكي، فاول حاجه كول باي ريفرنس از ا بوينتر. تاني حاجه ودي حاجه مهمه، الدايناميك اري از ا بوينتر. ده هي دي زي ما كتاب البوينتر بيقول، الدايناميك اري عباره عن انها بوينتر، واخد بالك؟ ده دلوقتي في حدود معلوماتك، لكن بعد كده لما هنيجي للترم الجاي ان شاء الله او سنه ثانيه، لما تبتدي تعرف بقى اللي احنا بنسميها الكومبلكس داتا ستراكشرز، خد بالك اللي احنا قاعدين بناخده الترم ده كل دي بتقع غالبا في السيمبل داتا ستراكشر، ما عدا اللي هناخده بعد كده اللي هو الاستراكت والكلاسز، هي دي في الكومبلكس خلاص. لكن لما نخش بقى في الحاجات اللي هي مور كومبليكيتد هتلاقي استخدام البوينترز كتير قوي فيها.
واضح كده؟ جاوبت على سؤالك؟ تمام. طيب بعرف البوينتر ازاي؟ ببساطة شديدة بقول له الداتا تايب اللي هو هيبوينت عليه والاستريك واسم الفاريبل بتاعي. فممكن اجي اقول له انت بوينتر بي كاونت، فراح في الميموري عرف مكان سماه بي كاونت. المكان اللي اسمه بي كاونت ده في ادرس بتاع ايه؟ انتجر. جيت والله هنا قلت له ان الادرس ده بيساوي، او قلت له ان انتجر بوينتر بي كاونت ايكوال مثلا ادرس اوف كاونت، يبقى في الحاله دي هيشوف الكاونت الادرس بتاعه ايه ويقوم رايح حطه في الايه، في الادرس بتاعه، ويروح حط الادرس بتاع الكاونت جوه الفاريبل ايه اللي عندنا. ماشي كده يا شباب؟ حلو. حتى الان احنا بنتكلم في حاجات ايه دمها تقيل شويه، محتاجين نجربها بايدينا علشان ايه، علشان نفهمها. جميل. طيب تعالوا نشوف بس المثال اللي عندنا هنا، ان البوينتر تايب حاجه مهمه قوي. شايفين المثال اللي تحت ده يا شباب؟ ايه الغلط اللي فيه؟ السطرين دول ايه الغلط فيهم؟ انا كاتب جنبهم رونج. ليه رونج؟ بالظبط كده، عشان هما مش نفس الداتا تايب. ازاي؟ انا في السطر الاولاني جيت قلت له integer area equal 1، جميل قوي. وبعد كده قلت له double pointer p area. double pointer ده معناه ايه؟ معناه انه هيتحط فيه ادرس بتاع double، قمت انا حطيت له ادرس بتاع ايه؟ بتاع integer، فده على طول يقوم مديني error. طيب اصلح الايرور ده ازاي يا ولاد؟ بالظبط كده، او العكس. بالظبط بالظبط كده، برافو عليك، او الايه العكس. ممتاز جدا جدا جدا. طيب في حاجات مهمه قوي. لما انا كنت باجي زمان كده اجي اقول له انت اي ايكوال 0 كوما جي ايكوال 1، ده احنا بنشتغلها دي قبل كده. لو انا جيت قلت له انت بوينتر بي اي وبي جي، البي اي دي بوينتر والبي جي بوينتر ولا لا؟ دلوقتي البي اي، برافو عليكم، اول واحده بوينتر والثانيه مش بوينتر. يبقى بالتالي يفضل ان انا اكتب البوينتر ايه ازاي؟ جنب الفاريبل. طيب تعالوا بقى نقفل ده كده، استنى بس كده، تعالى نقفل ده كده اوكي، وتعالى نفتح الكومبايلر. مين ده يا سيدي؟ لا خلينا في الاكزامبل السهل الاول. اوكي طيب، انا هنا جيت عرفت ايه يا شباب؟ انتوا شايفين الكومبايلر عند صح؟ تمام، وكبرته لكم شويه. طيب انا هنا عرفت فاريبل من التايب انتجر سميته ان، قلت له ايكوال 30، وبعدين عرفت integer pointer اسمه n pointer equal address of n. تعالوا بقى عايزين نعرف شوية حاجات هتطبق عندنا ازاي. تعالوا نرن بس اشوف في حاجة تحت ايه. لا نقفل ده كمان، في اي حاجة؟ مفيش. يلا نرن الكلام ده. يلا يا ابني. حاضر. بص، اللي انا كاتبه جوه المين هو على فكره برضو ايه، ده مش انا اللي كاتبه، ده بيتكتب باي ديفولت. سوري. المين ممكن يكون ممكن يتعمل له كولينج،
فدول البارامتر بتوع المين. المين إذا فانكشن عادية خلاص ممكن إن يحصل لها كولينج أو يتبعت له بارامتر. اللي مكتوب جوه المين ده وظيفته إنه يعمل إيه؟ يفهم البارامتر دي ويبتدي يتعامل معها. طيب تعالوا نرجع للكود بتاعنا ونشوف إيه اللي حصل فيه. إحنا كنا هنا عاملين إيه يا شباب؟ جينا هنا في سطر 16 قلنا عرفنا variable جديد. الفاريبل ده من الطيب integer pointer سميناه n pointer equal الادرس بتاع ال n. وبعدين بقى روحنا ايه نسي اوت شوية حاجات. ايه هي؟ اول حاجة ال n ذات نفسها، فقام كتب لي ان ال n equal 30. ممتاز جدا جدا. طيب السطر اللي بعدها، طب اطبع لي الادرس بتاع ال n. يبقى هو ده المفروض الادرس اللي موجود في الايه الفاريبل اللي اسمه n. فطبع لي الادرس اللي انتوا شايفينه ده. خدوا بالكم خلينا فاكرينه بانه هو اخره ايه؟ اخره 50c. طيب وبعدين بعد كده في السطر بتاع 19 رحت قلت له روح اطبع لي اللي بي بوينت عليه ال n pointer. احنا قلنا البوينتر بي بوينت على ايه؟ على value ولا على address؟ ها جاوب يا شباب، على value بالظبط كده. فلما رحت طبعت اللي بي بوينت عليه ال n pointer قال لي 30 اللي هي الفاليو اللي هو مشاور عليها. طيب جيت قلت له روح اطبع لي بقى اللي مكتوب جوه ال n pointer. مين اللي المفروض يكون مكتوب جوه ال n pointer ده يا شباب؟ بتاع مين؟ الادرس بتاع ال n. الادرس بتاع ال وهو ده اللي هو عمله هنا. ال n pointer موجود فيها الادرس بتاع مين؟ الادرس بتاع ال n. يبقى انا طيب تعالوا كده يا شباب نعمل حاجه see out اهو. خلينا اوكي نقول له الادرس بتاع ال n pointer وروح هنا اطبع لي الادرس بتاع ال n pointer. يلا تعالوا نرن. اخر ادرس ده ادرس جديد، ده بتاع مين ده يا شباب؟ ها يا شباب حد يجاوب. بالظبط كده، ده ادرس تاني مختلف. لان ده المكان اللي موجود فيه البوينتر ذات نفسه. المكان اللي موجود فيه البوينتر ذات نفسه ده ما يفرقش معايا بحاجه. معايا؟ يبقى انا من هنا عرفت حاجه مهمه قوي، ان في عندي فاريبل اللي هو هنا ده. الفاريبل ده ليه فاليو. طيب الفاريبل ده موجود في ادرس، الفاليو اللي هي ان دي اللي هي بتساوي 30. الفاريبل ده موجود في ادرس، ادي الادرس اللي موجود في الفاريبل ده. طيب جاي لك في الكلام. طيب بعد كده في عندي هنا اللي بي بوينت عليه البوينتر ده. احنا قلنا البوينتر بي بوينت على ايه؟ بي بوينت على فاليو. يبقى اللي بي بوينت عليه ان بوينتر بيساوي مين؟ بيساوي الفاليو اللي هي 30. ماشي. طيب وبعدين بعد كده جيت قلت له اعمل ايه؟ اطبع لي اللي موجود جوه الان بوينتر. الان بوينتر ده احنا قلنا ان هو بوينتر، فبالتالي اللي موجود جواه ادرس. انا من شويه هنا لما جيت عملت انيشاليز للفاريبل ده قلت له ده بيساوي الادرس بتاع الان، فالمفروض يبقى مكتوب جوه الان بوينتر مين؟ يبقى مكتوب الادرس بتاع الان. تعال نشوف اللي مكتوب جوه ال n pointer هنا، نلاقيه الادرس بتاع ال n اللي هو الادرس ده. هو الادرس ده صح كده يا شباب؟ نيجي بقى للي في سطر 21. انا هنا جيت قلت له ايه؟ اطبع لي الادرس بتاع ال n pointer. طيب هو الادرس بتاع ال n pointer ده هل هو هو الادرس بتاع ال n؟ ها جاوبوا يا شباب. بالظبط كده،
ده فاريبل محطوط في ادرس جديد. علشان كده اللي كان بيسالني هو الادرس ليه اتغير، لان ده الادرس اللي محطوط فيه الفاريبل اللي اسمه ان بوينتر، مش الفاليو اللي موجوده جوه الان بوينتر. الفاليو اللي موجوده جوه الان بوينتر اللي هي هنا اللي هي الادرس بتاع الان، انما الان بوينتر ذات نفسه محطوط في ادرس تاني. معايا؟ فعشان كده اوكي ليه المكان ده الادرس ده بيتغير. ده سؤال جميل قوي، ده سؤال حلو قوي. هو ايه اللي بيحصل؟ انا بروح ادور على اول مكان في الميموري فاضي واحط فيه. معايا؟ من ساعه الران اللي فاتت والران المره دي طفينا ابلكيشن وولعنا ابلكيشن ومش عارف ايه وكده، فالادرس ده مش ثابت، ده بيتغير كل شويه يتغير. انا ممكن دلوقتي لو عملت ران تاني ممكن تلاقي الادرس ده اتغير، ممكن وممكن ما يتغيرش. لو انا طفيت ابلكيشن بالذات امتى يبقى بنسبه كبيره احتمال يتغير؟ ولعت ابلكيشن تاني، شغلت اي ابلكيشن تانيه من اللي هم موجودين تحت دول، اي ابلكيشن منهم. فاللي هيحصل ايه؟ عشان الابلكيشن دي تقوم محتاجه تحجز ميموري الوكيشن عشان تشتغل، فيبتدي اول ميموري الوكيشن فاضي يتغير مكانه، فتلاقي غالبا الفاليو دي تلاقيها ايه؟ اتغيرت. فبالتالي الفاليو دي مش ثابته غير اكروس الرننج الواحد. يعني طول ما انا عشان هي ايه بالظبط كده، لو انا طفيت الابلكيشن دي دلوقتي وولعتها تاني بقى عندي ادرسيس تاني، هشتغل على الادرسيس التاني لغايه ما اخلص الابلكيشن بتاعتي. ماشي كده يا شباب؟ حاضر. تعالى ناخد اول سطر اللي هو 14. 14 عرفت variable من الطيب integer اسمه n بيساوي كام؟ بيساوي 30. وبعدين جيت عرفت pointer اسمه nptr، ده integer pointer يعني هيشاور على address بتاع integer، وحطيت فيه الادرس بتاع مين؟ الادرس بتاع الادرس بتاع n. يبقى دلوقتي الفاريبل ده اللي اسمه n موجود في مكان في الميموري، اول بايت في المكان ده موجود جوه الفاريبل دي، صح كده؟ اللي كان بيسال مين معايا عشان بس بقى. ها مين اللي كان بيسال بيقول عيد؟ ايوه انت مين يا عم انا مش شايف. ماشي يا احمد، خلاص يا احمد كده. يبقى انا دلوقتي الان بي تي ار ده مكتوب جواه الادرس بتاع الميموري بتاع الفاريبل اللي اسمه n. ماشي؟ روح بقى بعد كده، انا قلت له تعالى نطبع شويه حاجات ونشوفها عامله ازاي. اعمل سي اوت للان ذات نفسها. لما عمل سي اوت للان ذات نفسها كتب لي تحت ان ايكوال كام؟ 30، صح؟ الان ايكوال 30، تمام. طيب نروح للسطر اللي بعديها في ايه؟ 18. رحت قلت له سي اوت مين؟ الادرس بتاع الان، العنوان اللي قاعد فيه الان بتاع اول بايت في الان. راح يطبع العنوان بتاع اول بايت في الان، اداني الادرس ده اللي هو اخره اف سي. جميل. طيب رحت قلت له اعمل لي سي اوت لمين؟ اللي بيبوينت عليه الان بي تي ار. احنا قلنا البوينتر جواه ادرس وبيبوينت على ايه يا احمد؟ هو جواه ادرس وهو بي بوينت على ايه؟ لما استخدم استرك دي قبليه هيديني ايه؟ هيديني فاليو. خلاص كده نبقى دايما فاكرينها، البوينتر جواه ادرس واول ما احط قبليه استرك اللي هو كاني بقول له ايه اللي بي بوينت عليه البوينتر ده لازم يديني ايه؟ فاليو. فلما انا قلت له هات لي اللي بي بوينت عليه الان بي تي ار، يبقى هيروح يدور على الفاليو اللي في الادرس اللي عنده، فقام كاتب لي مين؟ 30. جميل كده يا عم احمد. طيب جينا في سطر 20 قلت له طب يا سيدي اطبع لي بقى اللي جوه الان بي تي ار. طيب
ال NBTR ده pointer مش كده؟ تمام. احنا قلنا البوينتر بيبقى مكتوب جواه ايه؟ ادرس يا عم، في ايه ما تصحى؟ ادرس، ادرس مش كده؟ يبقى لما انا اقول له اطبع لي اللي جوه ال NPTR يبقى انا لازم اتوقع انه يطبع لي ايه؟ ادرس. ممتاز. في الاول هنا خالص وانا بعرف ال NPTR قلت له حط فيه ايه؟ السطر 16 اللي انا واقف عليه ده، حط فيه مش ال N، الادرس بتاع ال N، صح كده؟ في اللي احنا شفناه تحت الادرس بتاع ال N اللي اخره FC ده اللي انا بعمل له هايلايت. تمام يا باشا؟ يبقى انا لما اقول له اطبع لي اللي في ال NPTR يبقى هيطبع لي ايه؟ نفس الفاليو اللي انا اعمل لها هايلايت دي ولا لا؟ تمام كده، حلو قوي. يبقى انا طبع لي الفاليو اللي هي اللي زي اللي فوق اللي هي الادرس بتاع مين؟ بتاع ال N. طيب تعالى انا دلوقتي جيت قلت له بقى بعد كده اطبع لي الادرس بتاع ال NPTR، هل هو ده المفروض يكون الادرس اللي هو موجود هنا ده اللي انا عامل له هايلايت؟ لا ابو حميد قول. لا مش لازم. ليه؟ انا هنا ما قلتلكش اطبع لي اللي جوه ال NPTR مش كده؟ انا قلت لك اطبع لي الادرس بتاع ال NPTR بالظبط كده. ده فاريبل تاني محطوط في عنوان تاني، فبالتالي لازم يطبع لي ادرس تاني. انت عارف ما طبعش نفس الواحد، ما هو يا راجل اللي انا عامل له هايلايت ده مختلف عن اللي انا عامل له اللي قبلي اهو. تمام كده، تمام كده. اسال. ممتاز. بص يا سيدي، تاني احنا بنعرف بوينتر اللي انا عامل له هايلايت ده، جميل يا وحش. البوينتر ده هو ذات نفسه از فاريبل جواه ايه؟ رد عليا، جواه ايه؟ لا هو جواه ايه؟ ادرس، جميل. طيب ميزه البوينتر ان انا مش بس ان كون ان جواه ادرس بس، ان انا ممكن اقول لك ايه؟ هو بيبوينت على فاليو ايه؟ جميل. يبقى انا اقدر اعرف الفاليو اللي هو موجود بيبوينت عليها اللي الادرس ده فيه. فبالتالي لا، الفاليو بتاعت ال N بستخدم قبليها علامة النجمة دي، ودي بقى لها ايه؟ ده الفاليو اللي بيبوينت عليها ال NPTR. يبقى الفاليو اللي بيبوينت عليها NPTR اللي هي من الآخر نجمة، نجمة قبل الفاريبل. يبقى دي هتديني الفاليو اللي هو ايه؟ اللي هو مشاور عليها. طيب عايز اللي جواها، يبقى اقول له ايه؟ هاتي اللي في ال NPTR. واضح كده؟ العفو. طيب عايزين نعمل ايه؟ تعالوا نشيل ده من الهايلايتس كده ونرانه، وحد يقول لي احنا بنعمل ايه. جميل، احنا كده فهمنا اول جزء، خلاص خلصنا. تعالوا الاول جزء، التاني جزء اهو، ناخد بس دي موديها بعيد. عايز حد بقى يشرح، انا هسكت المايك بتاعي وعايز حد يشرح لزمايله ايه اللي حصل هنا. مين؟ لا ثانية واحدة بس. الستيتمنت اللي في 24 دي كومنت، دي ما تنفذتش. دي ما تنفذتش.
دي ما اتنفذتش معايا. ما هو ده اللي انا بقى بسألكوا عليه يا شطار يا حلوين. ايه اللي حصل هنا؟ حد يقول لي يلا ارفع ارفع السكرين. انا اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا يا سلام. مين اللي بيرد؟ مين البنت اللي بترد؟ انت مين؟ ها مارين مريم. اه تمام صح جدا. انا ممكن اقول له اعدل الفاليو اللي بيبوينت عليها البوينتر. البوينتر كان مشاور على 30، قلت له والله يخليه يشاور على 200. ايه اللي حصل هنا؟ ده بالظبط equivalent للستيتمنت اللي فوقيها اللي انا عامل لها هايلايت. يعني لو انا جيت قلت له اللي بيبوينت عليه البوينتر بدل ما كان بيساوي 30 خليه بيساوي 200، هيقوم رايح يشوف الادرس اللي جوه البوينتر ده ويروح يشوف الفاليو اللي بيبوينت عليها الادرس ده ويغيرها من 30 يخليها 200. لو لما طبعت نفس اللي انا كنت طبعتهم فوق تاني اتعامل معهم على انهم ايه؟ على انهم الفاليو بتاعتهم 200. يعني انا هنا انا مغيرتش الان، انما انا غيرت ايه؟ انا غيرت الفاليو اللي بيبوينت عليها الان بي تي ار. قال لا طب ما الفاليو اللي بيبوينت عليها الان بي تي ار دي هي بتاعه الان معايا. يبقى انا كده كاني بالظبط الستيتمنت اللي في 25 دي ايكويفالنت بالظبط للستيتمنت اللي في 24 اللي هي ايه اللي هي هايلايتد او اللي هي كومنتد سوري. خلاص يبقى انا هنا كده بالظبط كاني قلت له خلي الان بتساوي 200. طيب روح اطبع الان يا سيدي، قال لك بتساوي 200. روح اطبع الادرس بتاع الان، طبعا نفس الادرس اللي هو طبعا نفس الادرس اللي هو كان موجود فوق هنا اهو. هو طبعا كل شويه بيتغير اهو الادرس ده طبعا. جميل. طيب اطبع اللي بي بوينت عليه الان بي تي ار، طبعا الايه ال 200. طيب اطبع الـ NPTR اللي هو الادرس بتاع الـ N، ام طابع الادرس بتاع الـ N. اطبع الادرس بتاع الـ NPTR، طابع الادرس بتاع الـ NPTR اللي هو ادرس تاني خالص. ماشي. 31 دي بتقول ايه؟ انا مش فاهم، حد يقولها لي كده؟ حد يقول لي 31 دي بتقول ايه؟ الله ينور عليك. انا هنا تعالى نقسمها كده. انا قلت له الان بوينتر. الان بوينتر ده عباره عن بوينتر. طيب اللي بيبوينت عليه الان بوينتر هو مين يا شباب؟ الفاليو بتاعتها كام؟ 200. الادرس بتاع الفاليو اللي موجوده في 200 هو الادرس بتاع مين؟ بتاع الان. وعشان كده لما عملت اللعبة الطويلة دي ام اعمل لك ايه؟ طبع لك نفس الادرس بتاع الان اللي هو موجود هنا. بالظبط كده. بس هي يعني انا بس بحاول كده اصعبها لكم شوية علشان ايه؟ اتأكد ان انتوا فهمتوا موضوع البوينتر والادرس واللي بيبوينت عليه. بس كده، دي اهم حاجة بالنسبة لي. في حد تايه ولا الدنيا مشيت يا شباب؟ يا شباب حد مش فاهم حاجة؟ أنا تايه. إحنا قلنا أنا إيه؟ أنا بعمل إيه؟ قلنا من الأول خالص إن أنا عندي variable، في عندي pointer بحط فيه الأدرس بتاع الفاريبل ده، بقى البوينتر ده جواه أدرس بتاع الفاريبل. عندي حاجتين، عندي ان انا بالبوينتر اقدر لو طبعته فيديني الادرس بتاع الفاريبل اللي انا بشاور عليه، وعندي لو انا قلت له اطبع لي اللي بيبوينت عليه البوينتر يديني الفاليو. جميل.
بما ان انا كبوينتر اللي هو سيرتي بالظبط كده، بما ان انا كفاري كبوينتر اقدر اكسس الفاليو، مش كده؟ مش انا لما انا هنا قلت له اطبع لي اللي بيبوينت عليه الان بوينتر طبع لي 30، صح كده؟ يبقى انا بالتالي اقدر ان انا اوصل للفاليو اللي هي انا ببوينت عليها، وبالتالي اقدر اغيرها. بدل ما كان ال 30 يا عم روح خليها لي 200، خليها لي 500، خليها لي واتفر. يبقى لما انا غيرتها ده ايكويفالنت بالظبط كاني رحت قلت له ان الان بقت ايكوال 200. فلما جيت طبعت بعد ما غيرتها، لما جيت طبعت الان اداني 200، لما جيت طبعت الادرس بتاع الان اداني الادرس بتاع الان عادي، لما جيت قلت له اطبع لي اللي بي بوينت عليه الان بي تي ار طبع لي 200، ما هو انا اللي لسه مغيرها بايدي هنا معايا، تمام؟ لما جيت قلت له اطبع لي اللي في الان بي تي ار طبع لي الادرس بتاع الاي الان، ماشي؟ واضحه كده؟ تمام. يلا بقى بينا نرجع تاني للي كنا موجودين فيه. طيب في عندنا للبوينتر انيشاليزيشن. ايه الانيشاليزيشن بتاع البوينتر؟ الانيشاليزيشن بتاع البوينتر هو زيرو. ولما انا اقول له ان البوينتر ايكوال تو زيرو، يعني كاني بقول له ايه، بي بوينت على بوينت تو نوثينج زي ما انتم شايفين. طيب ليه يا شباب الكلام ده؟ علشان ما يروحش باي ميستيك يجيب لي اي ادرس من الميموري يخبط لي الدنيا، خلاص؟ فبالتالي انا ممكن ان انا اعمل انيشاليزيشن للبوينتر بايه، بزيرو، او بحاجه تانية بنسميها نل اللي هي مكتوبه هنا دي اللي هي كلها كابيتال، او بدايه من، نعم، اللي هي الزيرو برضو، برافو عليك، او نل بي تي ار او نل بوينتر. الثلاثه ليهم نفس المعنى، بس لو جيت حضرتك اتخرجت واشتغلت على ستاندرد سي، لو جيت اتخرجت واشتغلت على ستاندرد سي، ما تروحش تستخدم مين؟ الان بي تي ار دي، واضح كده؟ يبقى يا تستخدم زيرو يا تستخدم ايه، كلمه نل. واضح واضح يا شباب كده؟ واضح. طيب ليه الكلام ده يا جماعه؟ علشان انا على سبيل المثال لو جبنا انا دلوقتي ان بوينتر دي موجود جواها ادرس بتاع فاريبل، لو انا سبتها ممكن بالغلط اقوم مغير الفاليو جواه وانا مش واخد بالي. فدايما انا خلصت الشغلانه بتاعتي اقوم جاي وانا بعمل انيشاليز، او بعد ما اخلص اقوم عامل له ايه، اقوم عامل له اسويه بنال. طيب وانا بعمل انيشاليز ممكن اقوم جاي هنا زي ما انتم شايفين كده اهو، انا هنا ايه، بدل ما قلت له ان الان الان بوينتر بعمل له انيشاليز ب نال بوينتر بيقبلها، او ممكن مطرح النال بوينتر ده اعمل له انيشاليز بزيرو هيقبلها مش هيقول لي لا، او ممكن ان انا اعمل له انيشاليز بنال كلها كابيتال لتر هيقبلها برضو مش هيقول لي لا. اي واحده من الثلاثه ممكن ان انا اعمل بيها ايه، انيشاليز. فيبقى بالتالي انا بعرف بوينتر مش هيروح يبتدي بانه ياخد الرابش اللي كان موجود في الميموري، هيروح يبتدي بان هو متصفر، لان انا ما عنديش لوكيشن اسمه نال في الميموري اللوكيشن، وما عنديش لوكيشن اسمه ايه، اسمه زيرو. اوكي يا شباب. وممكن برضو بستخدمها، ودي بستخدمها كتير فعلا، ان انا بعد ما اجي اخلص هنا، انا الحمد لله خلصت الان بوينتر بتاعي ده، اقوم رايح اقول له ان الان بوينتر بيساوي كام يا شباب؟ ها؟ زيرو. بالظبط كده. خلاص انا بعد ما خلصت قمت رايح مصفره بعديه علشان ما استخدموش باي ميستيك. كان ينفع اقول له بيساوي نل؟ ينفع طبعا. او كان ينفع اقول له بيساوي ايه، نل بي تي ار. الثلاثه مسموح بيهم. انا كده بعد ما خلصت البوينتر ده شلته او مسحته، كان مش مسحته، الفاريبل مازال موجود ولكن مسحت الفاليو اللي جواه علشان ما اروحش استخدمها او اغير فيها باي ميستيك.
جميل. انا لما بعرف بوينتر من اول وجديد اوكي، ممكن باي ميستيك اعرفه، يعني ممكن اهو تعالوا كده شوفنا. جميل، لما انا عملت الستيتمنت اللي في سطر 15 ايه اللي حصل يا شباب؟ انا عرفت بوينتر، والبوينتر اللي انا عرفته ده راح حجز له مكان في الميموري وابتدى خلاص هيشتغل عليه. اللوكيشن ده هو فيه داتا، فيه زيروز اند وانز في الميموري، صح يا شباب؟ جميل قوي قوي. مش ممكن الزيروز اند وانز دي تكون ادرس قديم؟ ممكن، وممكن ان انا اجي استخدم ال NPTR دي من غير ما اعمل لها initialization وعك الدنيا عك ما يعلم بيه الا ربنا. فالحل ايه؟ لو انا هبتدي البوينتر من غير ما اعمل له، يعني ايه؟ لو انا لسه بقى هشتغل عليه قدام، افضل ان انا اجي هنا اقول له equal zero. لا، ده معناه ان الفاليو اللي جواه زيرو، هو ما فيش في الميموري ادرس اسمه زيرو، فكده يبقى اقول له ايه؟ بجنبه، بشيل ايه؟ كاني بحطه فاضي، ماشي. طيب لكن لو انا عندي الكيس دي، انا هعرف البوينتر واديله فاليو في ساعتها، هل محتاج اخليه بيساوي زيرو؟ لا طبعا، اذا كان انا هعرفه واحط فيه الفاليو اللي انا عايزها في ساعتها، يبقى في الحاله دي خلاص مش محتاج اعمل له انيشاليز. واضح؟ يبقى انا امتى هعمل له انيشاليز؟ لو انا هعرف البوينتر وهشتغل حاجات كتير وفي الاخر هستخدمه، علشان ما يجيش بالغلط استخدمه من غير ما احط فيه الفاليو صح ويرجع يهبل لي في الميموري. طيب جيت انا استخدمت البوينتر بتاعي وخلصته وايه الحمد لله مش عايز منه حاجه تانية، اقوم احتياطا عشان ما استخدموش تاني بالغلط وعدل في الفاليو فتلخبط لي الدنيا قدام، فاقوم رايح عامل ايه؟ عامله بيساوي نال. انا خلاص البوينتر ده مش عايز فيه اي حاجه تاني، خلاص يبقى شكرا، حط فيه نال، يعني ايه؟ ما فيهوش ادرس. واضح كده يا شباب؟ لا مش سامع، قول تاني. جميل. نعمل ديليت؟ لا ما ينفعش، لان قلنا ديليت بتلغي الميموري الوكيشن اللي محجوز بنيو. انا انا البوينتر ده ما حجزليش ميموري الوكيشن، انا البوينتر ده حطيت فيه ادرس بس، هو مش محجوز له ميموري الوكيشن، فبالتالي ما ينفعش الديليت. طيب ينفع احط فيه زيرو؟ ايوه، ما هي يا ابني النال النال بي تي ار دي ايكوال زيرو، خلاص والله. يس يس، اه والله اللي انا كاتبه لك ده زيرو زيرو زيرو. لا الديليت ما ينفعش، انما ان انا اخليه بيساوي زيرو او نال او نال بي تي ار، كل ده ينفع. ماشي يا شباب؟ ماشي. ممكن تاني؟ حاضر. انا لما باجي اعرف بوينتر، البوينتر ده بيتحط في ميموري ادرس، ماشي. لما انا بعرف اي فاريبل عموما عندي في السي، ما بيحصل لهاش انيشاليزيشن باي ديفولت. يعني ايه؟ يعني ما يعني لما بعرف انتجر، لما اجي اقول له انتجر اكس سيمي كولن، هل اكس ده بيساوي زيرو بيحصل له انيشاليزيشن كده؟ لا. امال ايه اللي بيحصل في الاكس ده؟ بيروح يحجز له الاربعه بايتس اللي في الميموري، خلاص، ويروح ياخد الاربعه بايت دول يقرا اللي فيهم من زيروز اند وانز ويتعامل معاه على ان هو ده الفاليو اللي جوه الفاريبل. واضح كده؟ نفس الكلام لما اجي احجز بوينتر، هيروح يشوف الكام بايت اللي البوينتر ده محطوط فيهم ويروح ياخدهم ويعمل لهم ياخد منهم ادرس. حلو.
جيت انا يا وحش بقى عملت العمله الجميله دي كده، شايف السطر 15 اللي انا بعمل بشتغل عليه ده اهو كده ماشي، وجيت هنا كده شيل ده حلو، وعملت الشغل ده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ انا جيت عرفت البوينتر وقلت له اطبع لي اللي مكتوب جوه البوينتر، هيبقى فيه جوه البوينتر ايه هنا دي، هيبقى فيه ايه؟ ربش صح؟ انا نسيت ان انا اقول له انت بوينتر ايكوال ادرس اوف ان، صح كده؟ نسيت، طبيعي ان انا انسى وانا بكتب كود يعني، وهتنسى كتير. طيب اللي هيحصل هنا ايه؟ هياخد اللي موجود في الكام بايت دول ويعمله كده كاستنج از ا ادرس، ويكتب لك الادرس. الادرس ده بقى انت ونصيبك هيخبط فين؟ في الميموري. والله ممكن تبقى حضرتك حظك جميل ومسعد كده وتلاقيك تروح تخبط في السيستم يوم وقع لك الويندوز كلها، مش كده؟ وادرس في الميموري، كل الجهاز بتاعي قايم على الادرس ده، فممكن ان انا افاجئ ان الدنيا وقعت معايا. يبقى انا دايما اول حاجه لو انا مش هستخدمه على طول زي ما انا مستخدم في سطر 17 كده، اقوم عامل ايه يا عم؟ التي اشاره ايكوال زيرو، خلاص انا صفرته. لو انا عملت بقى بعد كده اللي عملته ما فيش مشكله، مش هيديني ايرور. دلوقتي يلا بينا. لا هيدي ايرور لان انت بتعرف الانتجر البوينتر مرتين اهو. البي تي ار اي ده بصي بقى انا عملت ايه، اداني اكسبشن، رمى لي اكسبشن. شفتي بقى؟ خليتينا اتشتمنا يا ستي، ينفع كده؟ ماشي، اداني رمالي اكسبشن لان انا مش عارف هو ضرب فين. اوكي طيب لو انا عملت ايه، لو انا عملت كده اللي كان بيسال وجيت مثلا عملت كده، صح؟ ده اللي تقصده؟ انت عايز شيء تحط كده، انت عايز تعمل ده طبعا هيدي لك ايرور لان اهو الايرور مكتوب لك على اليمين، ريديفينيشن اوف ان بي تي ار، عرفت فاريبل هنا وعرفت فاريبل هنا. لو شلنا الانت لازم نشيل مع ليه ده ايرور، ليه ايرور هنا؟ اللي كان بيسال لو جدع تقول لي الايرور هنا فين. ها طيب لا لو انا قررت انا مش عايز اريموف الاند زي ما هو كاتب، غلاسه بقى. ها يلا يا سيدي هريموف حاجه تانية، عدلها لي. يا سلام، الله ينور عليك. ايه الغلط في اللي احنا كاتبه ده يا شباب؟ احنا قلنا البوينتر ذات نفسه من غير الاسترك ده جوه ايه؟ ادرس. يبقى لما انا قلت له ان بي تي ار ايكوال ادرس اوف ان، احنا كده زي الفل. طيب هحط قبليها الاسترك، بقت بتبوينت على ايه؟ على فاليو. يبقى انا لازم اقول له ايه؟ روح اديلها فاليو مش تديها ادرس، يبقى شيل الادرس اللي هنا. ماشي يا شباب؟ وضحت كده؟ طيب استنى نصلحها بس عشان ما يجي زمايلك، ما حدش يجي اهو. اي يا سيدي، مش هستخدمه على طول بالظبط، برجع احطها علشان ايه؟ يعني انا لسه عندي، يعني انا شايف ايه، انا لسه عندي برنامج وحاجات تانية في البرنامج بتاعي،
فانا باي ميستيك كده جيت اختار فاريبل ام كاتب لي الان بي تي ار قمت قايل له ايكوال واشتغلت ونسيت ان البتاع ده اساسا انا خلصته. تلاقيك قاعد بتعك في الايه في الشغل بتاعك وانت مشتغل. طيب خلاص انا هعرف نفسي ليه خليه بيساوي زيرو. يوم ما هي بتساوي زيرو واجي ابتدي اشتغل عليه بقى واقول اللي بي بوينت عليه ومش اللي بي بوينت عليه هيقوم على طول حذف لي اكسبشن، فخلاص انا هعرف ان انا بعمل حاجه غلط. لا 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 مش فارقه، على حسب. انا هنا هستخدمه على طول خلاص يبقى بعرفوش زيرو على طول، انما لسه هستخدمه قدام يبقى اعرفه بزيرو. برضو هنا جيت هنا خلصت استخدام ال ان بي تي ار ده لسه عندي برنامج وشغل ومش عارف ايه، طيب خليه بزيرو احتياطي. كل ده اجين، بصوا يا شباب انا دايما اللي بيحصل ايه في الكودينج، انا بكتب واسيب الكود وارجع له تاني و و و، فانا لازم احمي نفسي من غلطاتي. طيب هل هي دي بس السيتويشن الوحيده؟ الحقيقه لا مش هي دي بس، امال ايه؟ ساعات بيحصل ان كمان انا اشتغل في الكود وبعدين بعد ما خلصت شغلي تيجي انت تكمل عليه، فبالتالي لازم برضو احميك ان انت ما تقعش في غلطات ايه بسبب الكود بتاعي. يبقى هي النقطه كله في اوقات كتير بتلاقيني ايه بعد اقول لك ايه علشان انا ما اغلطش وادخل وانسى اعمل كذا. طيب هل دي حاجه طبيعيه؟ اه طبيعيه جدا. الستاتستكس بتقول انت لو انت الابلكيشن بتاعتك، طبعا ابلكيشن مش الحاجات الصغيره اللي احنا بنكتبها، سبتها اسبوعين هترجع اولموست نسيها معايا. فعشان كده لما تعرف فاريبل لما 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 كل حاجه تتاكد ان انت معرفها بشكل مظبوط وان الايه مفيش اي حاجه انت عاملها ممكن تلخبطك لما تفتحها تاني او لما حد من ايه اللي بيشتغل معاك يفتحها. اوكي يا شباب تعالوا بقى نرجع للي احنا كنا فيه. خلصنا موضوع الايه النال بوينتر. بص يا شباب انا دلوقتي كده عايز ايه نشوف حاجه كده مع بعضينا. تعالى انا عندي هفترض ان عندي فاريبل بوينتر اسمه بي اكس وفاريبل بوينتر تاني اسمه ايه بي واي. البي اكس بتشاور على الاكس والبي واي بتشاور على الواي، هنشوفها في السلايد اللي جايه. خلاص انا جيت قلت له انا عايز ان انا اساين البي اكس البي واي ايكوال بي اكس وان البي واي اللي بي بوينت عليه البي واي ايكوال اللي بي بوينت عليه الاي البي اكس. تعالوا نشوف القصه دي، تعالوا ناخدها كده. انا في الاول قلت له عندي البي اكس فيها الادرس بتاع الاكس والبي واي فيها الادرس بتاع الواي. قلت له ان البي اكس ايكوال البي واي، لما قلت له البي اكس ايكوال بي واي هيعمل ايه؟ هياخد اللي كان مكتوب في البي واي يحطه في البي اكس، اللي كان مكتوب في البي واي هيحطه في الايه في البي اكس. انا هنا عملت ايه يا شباب؟ خليت تو بوينترز بيشاوروا لنفس الادرس. جميل، خليت تو بوينترز بيشاوروا لنفس الادرس. الحكايه دي مش حلوه قوي. ليه يا شباب مش حلوه؟ لان اولا في عندي في الحكايه دي حصل مشكلتين. اول مشكله الاكس ده اصبح محدش بيشاور عليه، طاير في الميموري كده ملوش ايه ملوش معنى. الحاجه الثانيه ان الفاليو 6 دي ممكن عندك اتنين يغيروها، مره ممكن البي اكس يغيرها ومره ممكن البي واي يغيرها. الحقيقه لما بنعمل الحكايه دي لما بنكون عاملينها ومش واخدين بالنا ومش حاطين كومنت لنفسينا ساعات بتقرفنا جدا واحنا بنعمل ديباج. ليه يا شباب؟ شباب انتوا لسه معايا احسن الصوت سكت خالص، حد يقول اي حاجه؟ ايوه مش موجودين ماشي. طيب دايما يا رب. الحكايه دي ايه اللي بيحصل زي ما بقول لكم في الديباج يا شباب؟ ان ممكن اكون في حته معينه البي اكس هتغير الفاليو بتاعت السته دي تخليها 10 وانا بديباج البي واي، الاقي البي واي فجاه كانت بتبوينت على 6 خير الله ما جعله خير، من غير ما اغيرها بايدي بقت بتبوينت على كام؟ على 10. وتقعد انت تخبط دماغك في الحيط وانت بتعمل ديباج ونفسك تعرف الايرور ده سببه ايه. اتري سببه ان في تو بوينترز بيشاوروا على نفس الايه الادرس. طيب
هل معنى كده ان الحكاية دي غلط؟ لا مش غلط، لكن لو عايز تعملها you have to be care وانت بتعملها، ولازم تحط لنفسك كومنت عليها. يعني ايه؟ اول ما انا جيت قلت له ان ال px equal py، كل ما حاجة استخدم ال px هقول هحط كومنت في الجنب كده ان ال px بتشير مع ال py same address. فبالتالي في أي حتة الـ PY هتغير أو الـ PX هتغير هتلاقيني حاطط كومنت لنفسي، خد بالك إن إيه إن اللي غير ده يا الـ PX يا الـ PY، فأنت ونصيبك. فبالتالي وإنت بتعمل ديباج ما تتلخبطش، ماشي؟ طيب لو أنا عايز بقى أخلي الـ value بتاعت الـ X هي اللي بتساوي 6، ففي الحالة دي مش هعمل أقول له، مش هقول له إن الـ PX بتساوي الـ PY، أمال هقول له إيه؟ هقول له اللي بي بوينت عليه الـ PX اللي هو ده بيساوي اللي بي بوينت عليه البي واي. اللي بي بوينت عليه البي واي هو مين؟ هو 6، فهياخد ال 6 دي يحطها فين؟ في الاكس. ده ايكويفالنت لايه بالظبط يا شباب؟ يعني انا دي ايكويفالنت لايه هنا ستيتمنت اكتبها؟ مين هيقول لي؟ بالظبط، برافو عليك، اللي قال ان الاكس ايكوال واي. يبقى انا لما قلت له اللي بي بوينت عليه ال px equal اللي بي بوينت عليه ال py، كأني قلت له خد لي ال value اللي بيشاور عليها ال px، ماشي، حط فيها ال value اللي بيشاور عليها ال py، خد ال value اللي بيشاور عليها ال py اهي حطها في ال value اللي بيشاور عليها ال px. فكأني قلت له ان ال x equal ال a ال y. واضحة كده يا شباب؟ ها واضحه؟ بالظبط كده، برافو عليك، بالظبط كده، تمام يا شباب. طيب ممكن نعيد. نزلت لك امبارح بالليل قبل ما اعمل اي حاجه نزلت، بس انتوا قبل كده ما كانت موجوده انت ما كنتوش شايفينها، خلاص انتوا ما نزلتوش القديمه اكيد، لان انا عدلت فيها شويه حاجات، يعني بزود عليها وانا بحضرها عشان اشرحها لكم يعني. تمام، عيد يا دكتور. حاضر يا باشا. انا دلوقتي بعمل ايه؟ ال عندي حاجه من الاثنين، يا اما اقول له ان البي اكس ايكوال بي واي والاثنين بوينترز، وفي الحاله دي باخد الادرس اللي في البي واي، باخد الادرس اللي في البي واي بحطه في الايه البي اكس. طيب الادرس اللي في البي واي كان بيشاور على الواي، حطيته في البي اكس بقى فيها الادرس بتاع الواي، بقول اتنين مشاورين على نفس الميموري ادرس. اجين ده مش غلط، انما لما تعمل الحكايه دي لازم تاخد بالك علشان ممكن تقرفك شوية وانت في أثناء ما بتعمل application وبتعمل debug، ماشي؟ طيب لو انا عايز ان الـ value اللي جوه هي اللي تتغير، يبقى انا مش هقوله ان الـ px equal الـ py، هقوله ان اللي بي point عليه الـ px اللي هي الـ x بيساوي اللي بي point عليه الـ py اللي هي الـ y. فبالتالي كاني بقول له هات لي الفاليو اللي في الواي حطها لي في الفاليو اللي في الاكس، كاني ده بالظبط ايكويفالنت لان الاكس ايكوال الواي. ماشي يا شباب؟ كان بالظبط قلت له ان الاكس ايكوال واي، خد الفاليو اللي هنا حطها في الفاليو اللي هنا. طيب احنا هنخلص 12 صح؟ هنخلص 12 يعني انا هقول لك، لا انا هقول لكم حاجه، انا هقف هنا النهارده، يعني الاريز والبوينترز دي هنعملها يوم الخميس عشان دي محتاجه يعني دي فيها شغل شويه زياده، هنقف هنا النهارده. لو في أسئلة أنا هجاوب عليها، لو ما كانش يبقى احنا هنتوقف على كده النهاردة. في ميعاده اللاب بتاع النهاردة في ميعاده، بس خد بالك
خد بالك استنى بس عليا استنى. اللاب بتاع النهارده ده مش لاب للبوينترز، ده لاب للبروجكت. ماشي عندكم مسائل هتحلوها فيه. لا اخر واحد بيتكلم قول ايه بتقول ايه. هنحل الكيسز اللي كانت انا هوقف التسجيل بقى دلوقتي.